رفع الكلفة غير الكلفة، كسره زعله قلة لفة. رفع الكلفة غير الكلفة، كسره زعله قلة لفة. حط حدود بتلقى ورود العمر طوله وقته الفة. حط حدود بتلقى ورود العمر طوله وقته الفة. رفع الكلفة غير الكلفة، كسره زعله قلة لفة. رفع الكلفة غير الكلفة، كسره زعله قلة لفة. حط حدود بتلقى ورود العمر بطوله وده الفة. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الموسيقى آداة تؤثر على مزاجنا، سواء كانت الظروف المحيطة بنا حزينة أم سعيدة. ولطالما استخدمت الموسيقى منذ الأزمنة الماضية لتخفيف الآلام على المرضى، خاصة لدى الفراعنة، وصولا إلى الحربين العالميتين، حيث لعبت الموسيقى دورا كبيرا في الترويج عن نفس الجرحى في المستشفيات الميدانية. أما الطب اليوم فقد أثبت أن الموسيقى تساعد على التخفيف من أعراض الكآبة، كما تنشط الذاكرة وتحسن من المزاج العام للفردي، إضافة إلى كونها تدخل في علاجات الكثير من الأمراض العضوية والنفسية. إذن بإمكاننا أن نقول أن الموسيقى ليست مجرد أنغام، بل هي وسيلة تواصل لالتقاء الذهن والروح عند الشخص الواحد، ووسيلة فاعلة اجتماعية تربوية تساهم في عمليات التفاهم وفي تنمية الحس الشخصي، وتعمل على إدخال البهجة على النفوس وفي تجميل العالم من حولنا، أو كما جاء في إحدى مقطوعات الفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز للشاعر جبران خليل جبران: أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود. وكذلك كما أصدحت السيدة أم كلثوم من كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي: المغنى حياة الروح، يسمعه العليل يشفيه. وبالطبع لا نستطيع أن ننكر في الوقت ذاته أن هناك بعض أنواع الموسيقى تلعب دورا تخريبيا في تنشئة الأجيال. لذا فالموسيقى كغيرها سلاح ذو حدين. تاريخ الفن والفرق الشعبية في المالكية ديريك تاريخ طويل من الكفاح والمعاناة، حتى وصل في فترة التسعينيات إلى مراحل متقدمة على مستوى المحافظة والقطر، كالفنان طارق مراد الذي أخذ تصنيفه مطربا من برنامج طريق النجوم بالتلفزيون السوري، وذلك عام 1991. جورج حكيم كان جد للفنان طارق مراد، وهو أول من أدخل آلة العود إلى مدينة ديريك، وكان يجيد العزف والغناء ذو الطابع الطربي العربي الأصيل، وخاصة للموسيقار محمد عبد الوهاب، وحافظا معظم أغانيه، كما كان شماسا في الكنيسة السريانية وحافظا للمقامات السريانية التي هي أساس الموسيقى في العالم العربي كله، وبروح نغمتها الأصيلة، بالإضافة لممارسته العزف والغناء بشكل يومي. عندما التقى الفنان طارق مراد بجده لأول مرة وهو لم يزل شابا، كان جده سعيدا جدا به، بحيث كانوا يقضون ساعات طويلة يغنيان لبعضهما في سهرات فنية طربية أصيلة. وقد قال له في إحدى الجلسات:
أنت حققت ما كنت أرغب تحقيقه في حياتي، لأن الفن في زماننا كان معيبا وشجعه كثيرا في المضي قدما. كما في جلسات أخرى في عمان اقترح الفنان طارق مراد على جده قائلا: جده، إذا تجوزت يوما ما أريد أن أسمي ولدي الأول جورج على اسمك، هل توافق؟ فقال له: لا أحد يستحق اسمي أكثر منك، لأنك ورثت الموهبة مني. وصلى له أن يبارك الله في مسيرته. وبالفعل حينما تزوج الفنان طارق مراد في عام 1994 سمى ولده البكر جورج، والابن الثاني طارق، وابنته جوي غريسي، وابنه سام فرايب. وانتقل جده إلى السماء في هولندا عام 2006، السلام الأبدي لروحه الطاهرة. قديرنا لهذا اليوم الفنان الجزراوي والمطرب والملحن والعازف على العود الفنان الشامل طارق مراد، الذي اكتشف موهبته في الخامسة من عمره. وكان الفنان طارق مراد منذ نعومة أظفاره يستمع لأغاني أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وغيرهم من عمالقة الفن، تشبع بفنهم. وقد كان حفظ أول أغنية لمحمد جمال في السادسة من عمره، غنى حيث كان في الصف الأول أمام أصدقائه الطلبة بعض الأغاني التي حفظها لمحمد جمال وسمير يزبك وغيرهم. ومن ثم كان رائدا موسيقيا في الحلقة الابتدائية من دراسته. كان الفنان بهيج ستيفو آنذاك العازف الذي يرافقه على آلة الأكورديون بإشراف الأستاذ جبرائيل إيليا في كل المناسبات التي تخص المدرسة في الحلقة الإعدادية. تعلم العزف على آلة العود لوحده في 12 من عمره، أضرم موهبته بحيث كان يعزف يوميا أكثر من 10 ساعات. تعلم المقامات الشرقية والغربية والإيقاعات الشرقية باجتهاد شخصي، وما زال الآن يدرس ويتعلم. بدأت مسيرته الفنية مع فرقة آل إيليا بقيادة الفنان جوزيف إيليا من عام 1989 حتى عام 1992 احترافيا. في عام 91 تصنف مطربا من التلفزيون السوري عبر برنامج طريق النجوم، ولأنه كان مغرما ببلده لم يتركه، بل بقي يغني لأهله أحياء لأفراحهم، مع أن الفرصة كانت أمامه مفتوحة في الإذاعة والتلفزيون السوري وغيرها من الفرص. في عام 1992 صار على مفترق طرق مع فرقة آل إيليا
فاعتزل عنها ليؤسس فرقة موسيقية جديدة خاصة به، وكانت المحطة الأولى مع الشاب ريمون آدم. ومن أجمل ما كتب له ريمون آدم أغنية هايدي ريك، وأغنية روحي ربي يكون معك، وأغنية ليش يا غريب. في عام 1995 أنشأ فرقة جديدة أخرى كانت المحطة الذهبية مع الفنان الذي علمه ودربه أصول الموسيقى في عمر 13 عاما، وهو اليوم ما يسمى بالمايسترو حسان جرجس عازف الأورغ. ومن أهم أعماله التي أنتجها قرص سي دي فاني وزعها له، وأغنية ضلالتي ديج حبيني، غنى في كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر وكندا وسويسرا وأغلب الدول الأوروبية، منطلقا من بلده الصغير بمساحته لكنه كبير جدا بقيمته. شعبه الأصيل صار سفيرا للفن الجزيرة السورية، قدم أغاني جزراوية أكثر من 5 ألبومات، أذكر منها وحدة سويدية ودنيا فانية وغيرها. أما من أشهر الأغاني كانت من كلمات القص بولس لامع يعقوب، ضلالتي دي حبيني، ديريك ديريك، وسنة سنة، وعيني على جمالك تدور، ويكفي تقدم لي أعذار، ودنيا فانية، وشقد لا خنتي المحبة، وتقعد هون ضلال في الغربة لحالي. انتقل إلى دمشق عام 2001 ليمارس هوايته في الغناء. هناك تعلم أكثر وواظب على تثقيف نفسه موسيقيا وعزفا. في عام 2005 بدأ دراسته اللاهوت لغاية الأحداث والأزمة في سوريا، فهاجر إلى أوروبا عام 2011 وأقام في بلجيكيا حيث لا زال مقيما فيها حتى الآن. أنشأ فرقة موسيقية في بلجيكيا مع عازف الأورغ جورج مراد وجورج أسيو وعازف الجاز ماريو ست، بالاشتراك مع النجم الواعد طارق مراد جونيور ابنه الذي اكتشفه وشجعه وعلمه الغناء والفن. وما زال مستمرا في مسيرته الفنية، وله رصيد كبير من القصائد الشعرية من ألحانه. عن تجربته هذه مع عالم الشعر والقصيدة وعالم الروحانيات والتراتيل كتب: لقد لحنت وغنيت الكثير من القصائد العربية الموزونة والتراتيل. سأذكر من أهم الأغاني والتراتيل للشعراء الذين تعامل معهم ولحن قصائدهم وغناها في مقدمتهم: سفير الشعر السوري في المهجر، الشاعر السوري، وصخرة الشعراء القص جوزيف إيليا الذي لحن له وغنى القصاد التالية: القدس فينا باقية، على الخابور نحن معا، وقد تعبنا، ويفيض شعري، وغيرها الكثير الكثير من القصائد. والشاعر السوري علي جمعة القعود قصيدة أمه، أما غنى للشاعر السوري مخلص تقلى قصيدة عيناكي مواسم أشعاري، وغنى الشاعر اللبنانية ميرنا دقور قصيدة نثرية أنا وعيناكي، والشاعر السوري علي حسان حلب الحبيبة، أما الشاعر الفلسطيني غازي المهر فغنى قصيدة فلسطيني، الشاعر اللبناني حياة قالوش قصيدة لذاك اليوسفي، الشاعر اللبناني ناشد اسكندر أغنية ذكريات إنسان. أما عن قصائد الشعر الروحية والتراتيل سأريد بعضا منها: تعامل مع الشاعر السوري جبران يوسف في قصيدة
10 عذارة وكنت في جهل عنادي ولك رب السماء قد رجعت. الشاعر السوري القص فرحان العيد قصيدة أنت أبي. الشاعرة السورية ليال قصيدة أنت هو الراعي الذي يحن. أما الشاعرة والملحنة السورية جينا أوهانيس قصيدة يا الله بارك سوريا. وهناك الكثير من القصائد والأغاني قيد التنفيذي. وقد كتب وغنى الفنان طارق مراد من كلماته أيضا قلبي احترق والغربة مذلة ودنيا ظالمة وغيرها. ومن كلمات لطيف ملكي شفتها تجي من المدرسة وعينيك يقتلوني. تعامل الفنان طارق مراد مع الشاعر الجزراوي سهيل شمعون بأغنية عيني تنطر هاك طلتك وآخ منك ضلالي وغيرها. أما آخر عملين أغنيتين له مع حسان جرجس الأولى نشيد لإنها سوريا من كلمات الشاعر القص جوزيف إيليا وألحان فؤاد حكيم، والثانية أغنية جزراوية أجد في بالي ضلال من كلماته وألحانه ثم أخراجهما من استوديو حسان جرجس بالسويد. هذا كان في عام 2017. أما تجربته مع الشاعر جوزيف غوريا أثمرت عن 7 نصوص قد لحنها باللغة السريانية. صدر منها ترنيمة حاطينو، أغنية حوبا هاوي ربميني، أغنية بوعينو ماشينولا، أغنية برنوشو سريويو وقد غناها بصوته، كما لحن أغنيتين للمطربة اللبنانية ليال نعمة، أغنية لهيقونو وغنتها في ألبومها عام 2020 والثانية ستصدر لاحقا. أغنية كل يومو لحنها للمطرب الآشوري سامي إسحاق. وهناك أغاني سريانية ملحنة وأخرى قيد التلحين. بهذا فقد قدم الفنان طارق مراد إرثا كبيرا لمكتبة الأغنية الجزراوية والسريانية والعربية وتاريخا يحتذى به لمنطقته ديريك خاصة وللجزيرة عامة وأيضا لسوريا وكل الوطن العربي من جهة القصيدة العربية ذات الطابع الطربي الثقيل. ويعتبر اليوم من أهم الملحنين في العالم العربي وأصبح مدرسة في التلحين والغناء. من أهم الألقاب التي لقبوه شعراء العرب كنار الشعراء وعندليب الشعراء العرب وغيرها. أتمنى أن أكون قد أوفيت ولو إنارة شمعة في عالم الفنان طارق مراد. أعزائي المشاهدين إلى هنا أصل بكم إلى نهاية الحلقة. أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناة وفضائية رجابة. أترككم بأمان الله وإلى اللقاء. وعملت إيه بين السنين وعملت إيه فرقتنا لا غيرتنا لا 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 ولا دوبت فينا الحنين السنين السنين وعملت ايه فينا السنين وعملت ايه فرقتنا لا غيرتنا لا 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 ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخل حبنا بحبك بحبك
بحبك قد أغاني الصبر بحبك وانت عارف قلنا ايه فيها كل ليلة المعاني الناي في سهرنا يا حبيبي أحبك أيوة أحبك بحبك قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك وشوف شوف شوف قد ايه بحبك.